موقع النهاردة في ربح عملة الدولار مختلف شوية، مش زي المواقع اللي احنا كنا بنشتغل عليها الفترة اللي فاتت. يعني على سبيل المثال في المواقع القديمة كنا بنحط 1 دولار وبنكسب 10 سنت مثلا ربح ثابت كل يوم، وهنا كان في ناس في التعليقات بتقولك عم احمد الربح الثابت حرام، وكنت بقول لهم في التعليقات انا هنا مش بشرح حرام وحلال، انا بشرح طريقة ربح انت لو مناسبة لحضرتك هتهجم عليها وتخش تكسب منها. الموقع النهاردة بقى بياخد لك تليفل تاني مختلف، يعني على سبيل المثال بيقول لك انت وراحتك سواء كنت في الايداع او كان في الربح، يعني ربحك على حسب الرصيد بتاع حضرتك، مفيش ربح هنا ثابت، تقدر تختار الباقه اللي تعجبك، وبرده تقدر تشارك في الموقع او ترفض انك انت تشارك في الموقع حسب مسؤوليتك الشخصيه. انا هنا مثلا بشرح تجربتي الشخصيه مش نصيحه استثمار، في اي حاجه بتعملها في الموقع بتكون على مسؤوليتك الشخصيه. المواقع اللي زي كده هختار عضوين، هفتح لهم باقه رقم 2 هيسحب معايا طول الوقت. يعني حضرتك هختارك النهارده من التعليقات وهتنزل اسمك النهارده في قناه تليجرام، لو اسمك ظهر معايا اعرف ان الباقه بتاعتك هتتفتح، يعني هتشتغل بشكل مجاني وتسحب لحد ما الموقع ده ينتهي بشكل مجاني. ودي الطريقه الجديده اللي هشتغل معاكم فيها. اي موقع مثلا هيبقى فيه ربح زي كده هختار عضوين يكسبوا زيي، يشوفوا الربح عامل ازاي لحد ما الموقع يقفل، لان الموقع دي ممكن تقعد لها مثلا ما بين اسبوع لحد 15 يوم، انت وحظك يا بالصحاب. اللايك بتاعك الجميل وتعالى اشرح لك. عامه هيفتح معاك الموقع زي كده، طبعا طريقه التسجيل نفس المواقع القديمه ولكن الربح هنا مختلف شويه يا بالصحاب. بتسجل بالجيميل او بتسجل برقم تليفون حضرتك، شوف المناسب لحضرتك ايه وبتعمل تسجيل دخول. طبعا بتكتب الجيميل وهنا بيكون في باسورد مرتين، يعني بتعمل الباسورد بتاع حضرتك مرتين وبعد كده بتقول له اعمل حساب جديد. وسمعتك اللي بتقول لي ممكن اعمل اكتر من حساب يا عم احمد، تقدر يا ابو الصحاب، ما انا بقولها لك في اخر الفيديو على طول. هنا بقى هتلاقي حضرتك المعلومات وهنا بيقول لك الادمن بتاعهم، لو عندك اي مشكله تقدر تكلمهم في تليجرام، ولكن لو نزلت تحت شويه هتلاقي اسعار الباقات، خلي بالك منها عشان هنحتاجها دلوقتي. وانا بشرح لك هشرح لك 3 باقات، فلو انت عايز تاني هترجع لدول تشوف انت بقى هتحط كام وتكسب كام، ولكن انا هوضحهم لك دلوقتي بس بعرفك مكانهم فين عشان لو حبيت ترجع لهم ترجع لهم تاني يا بالصحاب. طيب زي ما احنا عارفين الموقع بيكون لوحه مفاتيح، بتكون موقع سلس جدا، بيكون فيه ايداع يعني ندخل فلوس، وبيكون فيه سحب يعني نخرج فلوس من الموقع. وعندك هنا من الاسفل بيكون التعدين السحابي انك انت بتخش تستثمر عمله الدولار، وجنبها هنا الصفحة الرئيسية. عامة اي حد بيسجل بياخد 40 دولار للناس كلها، مش بتستفاد منهم غير لما بتعمل ايداع، يعني لو هتشتغل هيفيدوك، مش هتشتغل مش هتقدر انك انت تسحبهم يا ابو الصحاب. وهنا عندك طبعا اسعار الباقات او اسعار المهام اليومية، لو لاحظنا كده مثلا واحد هتلاقي 15% ربح، 2 15% و3 16% و4 17%. هنا بيقول لحضرتك الربح مش ثابت سواء كان في الايداع او في الربح. على سبيل المثال خلينا نخش اول باقه، اول باقه دي طبعا معاك 40 دولار فسعرها بيكون 9 دولار لحد 39، يعني تقدر تشتغل في الباقه رقم 1 من 9 دولار لحد 40 دولار، خلينا نقول كده. انت بقى ورصيدك حطيت 13 حطيت 14، الربح هنا بيبقى من 2 دولار و5 سنت لحد 6 دولار ونص، فهمت الموضوع يعني عامل ازاي؟ يعني بتحط 9 لحد 40 دولار، انت بقى براحتك تحط 17 18 20، على قد ما انت بتحط على قد ما انت بتاخد الربح بتاع حضرتك، والربح بيبدا من 2 دولار لحد 6 دولار، فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ اشرح لك باقه تاني يا ابو الصحاب. كل الباقات بتكون 365 يوم، يعني كل يوم بتعمل نفس الفكره بس مش بتعمل ايداع، انت بس بتعمل ايداع مره واحده فقط. تاني باقة على سبيل المثال بيكون 40 دولار، ده اللي احنا بنشارك فيها 40 دولار، بنشارك فيها لحد 150، اخرك 150 في رقم 2. طب بتكسب كام بقى؟ لو انت في اول باقة في تاني باقة بتكسب من 6 دولار و70 سنت لحد 23 دولار. انت وراحتك برضو تحط 40 تحط 50 تحط 70، وكل ده على مسؤوليتك الشخصية. الربح بتاعك بيكون على حسب الرصيد بتاع حضرتك. اشرح لك باقه تاني بس ما تنساش تعمل لايك عشان انت لحد دلوقتي شكرا هتعمل اللايك يا ابو الصحاب. بتحط 150 لحد بقى اخرك كام في الباقه رقم 3 379 دولار، ما ينفعش تحط اكتر من كده. طب هتكسب كام بقى من 300 لحد المبلغ ده كله؟ عامه انا ورتهم لك في الاول تقدر انك انت تراجعهم، ولكن انا بشرح لك 3 باقات فهتشوفهم دلوقتي يا ابو الصحاب. بتكسب ما بين 57 دولار لحد 74 دولار، الربح هنا مش ثابت عشان محدش يجي يتنطط في التعليقات يقول لك الربح الثابت حرام يا ابو الصحاب. عرفنا ازاي نشتغل في الموقع وعرفنا ازاي سعر الباقات، عشان تفتح اي باقه فانت بتجو عليها كده وتدوس عليها
افتح الموقع. لو عندك رصيد يعني لو دخلت رصيد في الموقع هتتفتح على طول، لو ما عندكش رصيد هيحولك طبعا مباشرة على عنوان الايداع. وركز هنا، مثلا لو هتشتغل في موقع رقم واحد وانت عايز تحط 9 دولار فتبعت ال 9 دولار كلها عشان ما يبعتش مثلا 8 والباقة ما تشتغلش معاك. يا ابو الصحاب، في هنا شبكتين، ولكن الشبكة المستخدمة في الموقع سواء كان ايداع او سحب بتكون عملة الدولار على شبكة ترون اللي هي TRC20، انما البي ان بي سمارت مش شغالة لحد دلوقتي، فانا عملت لك عليها اكس. ما تنساش يا ابو الصحاب، يعني مثلا لو انت هتفتح باقة رقم واحد ودوست كده وعايز مثلا تحط 9 دولار او 10 دولار وانت ما عندكش، هيحولك على طول على عنوان الايداع، فانت بتدخل الرصيد وبعد كده بتروح على مكنة التعدين. ركز، احنا بنحط رصيد مرة واحدة بس في مدى الحياة، ولكن الربح اللي احنا بنكسبه ده بيكون كل يوم مجاني. فهمت الفكرة عاملة ازاي؟ بتيجي هنا على البقرة بتاعة التعدين وبتدوس عليها. يعني مثلا اشتريت بقرة النهاردة هكسب النهاردة، بكرة هكسب، بكرة هكسب، بكرة هكسب، لكن بشتري مرة واحدة فقط. طبعا الربح بتاعك بيكون على حسب الرصيد، انا حطيت مثلا 2000 هنا طلع لي 359 دولار. طب ال2000 هسحبهم؟ لا يا ابو الصحاب، ما احنا اشترينا بيهم مكان التعدين اللي انا هسحبه اللي هو 359 دولار، اللي هو كل يوم بقى كل يوم اعمل نفس الفكره واسحب نفس الرصيد لحد ما ارجع راس المالي، وبعد كده اللي هيكون ليا او اللي هكسبه ده بيكون ليا انا ربح. يا ابو الصحاب، هتخش على السحب، طبعا هنا بيكون 359 بتكتبها في تاني خانه، واخر خانه بيكون الباسورد اللي انت سجلت بيه. الله ينور عليك يا ابو الصحاب. هيتبقى معنا هنا العنوان اللي انت هتسحب عليه او عنوان محفظتك، بيكون اول واحد تروح تجيبه من اي مكان بقى، من تروست والت، من ميتا ماسك، من بينج اكس، من باينانس، من اي مكان يعجبك. بتجيب عملة الترون على شبكة TRC اللي هي عملة الدولار نفسها يا ابو الصحاب. بتاخد العنوان بتاعك كده من اي محفظة، بتروح على الموقع. لو سحبت النهاردة مثلا على العنوان ده، بكرة هتلاقي العنوان موجود عندك في الموقع، مش هتحتاج انك انت تجيبه كل يوم يا ابو الصحاب. هتحتاج بس انك انت تحط الرقم اللي هتسحبه والباسورد بتاع حضرتك، وبيسحبك على طول فوري ومباشر. المواقع اللي زي كده بتبعت الرصيد فوري ومباشر. على سبيل المثال احنا سحبنا الساعة 8 الصبح 41 دقيقة، وصل 8:42 دقيقة. طبعا انا بسحب على تروست والت، مفيش هنا كونفرميشن، مفيش مثلا الرصيد يوصلني في باينانس وبياخد تأكيد ويوصلني في الجيميل وبياخد ما بين 3 دقايق لحد 7 دقايق، وده اللي هقوله لك دلوقتي. لو سحبت مثلا على منصة زي باينانس او بينج اكس او بي بيت او اي منصة من ده كله، بياخد وقت كونفرميشن. ازاي يعني؟ الرصيد بيوصلك في المحفظة، والمحفظة بتقولك استنى اتأكد منك، فبتبعت لك ايميل الاول تقولك انت استلمت رصيد، وبتبعت لك رسالة الاول تقولك انت استلمت رصيد، وبعد كده ما لحد ما المنصة تتأكد ان الرصيد ده جاي لك حقيقي وتظهره لك في المحفظة. فعشان كده بياخد ما بين 3 دقايق لحد 7 دقايق. انما لو سحبت على تروست والت ما عندهمش ادمن، انت بمجرد ما بترمي الرصيد تلاقي الرصيد عندك في المحفظة على طول. وطبعا لو انت معانا في القناة كده عارف المعلومات دي، يعني لو ما عرفهاش اكيد مش مشترك في القناة، فاشترك دلوقتي لو لسه مش مشترك عشان ما يفوتكش اي جديد، وما تنساش تعمل لايك، ونشوفك في جديد على كوين 3.